أهلا بكم مشاهدينا في تغطيتنا الخاصة إلى الاحتفالية العالمية والأضخم لافتتاح طريق الكباش بالأقصر. فمن جديد بتخطف مصر أرض التاريخ ومهد الحضارات أنظار العالم، وذلك في تمام الساعة 7:30 مساء. بتتحول الأعين اليوم إلى مدينة الأقصر لمتابعة الاحتفال المرتقب بافتتاح طريق الكباش الأثرية، وذلك بعد الانتهاء من مشروع تطويره. ويعد طريق الكباش من أقدم الطرق الأثرية في العالم، والذي يربط بين أهم المعالم الأثرية في الأقصر. نحتت تماثيله من الحجر الرملي، كما يمتد الطريق من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر. وحول آخر الاستعدادات بينضم إلينا مراسلنا محمود جميل من محافظة الأقصر لمتابعة اللحظات الأخيرة قبيل الافتتاح. محمود، أهلا بك في البداية، ولو تضعنا بقى في اللحظات الأخيرة واللمسات الأخيرة قبيل انطلاق الاحتفالية العالمية الخاصة بطريق الكباش. محمود، هل تسمعني؟ حضراتكم الاستعدادات اللي بتتم على قدم وساق قبل بدء الاحتفال العالمي الذي ينتظره العالم هنا في معبد الأقصر. نحن نتواجد في معبد الأقصر، والاحتفال سيبدأ طبعا مرورا بالقوارب المقدسة التي ستنطلق من معبد الكرنك وتتجه إلى معبد الأقصر في هذا الطريق، في طريق الكباش. هذه الساحة من خلفي ستشهد بالطبع دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بعدها ستكون شاهدة على عدد من الفقرات الهامة التي ستكون موجودة اليوم، عدد أيضا من المراكب النيلية التي سيكون في النيل والبر الغربي في محافظة الأقصر، حيث معبد حتشبسوت ووادي الملوك والملكات. أيضا سيكون هناك عزف موسيقى فرعونية موجودة داخل هذا المكان. لكن دعني أحدثكم أيضا عن هذا التوقيت الهام الذي تأتي فيه هذه الاحتفالية. فعام 2020 وعام 21 كان العالم كله يعاني من أزمة فيروس كورونا، لكن مع ذلك مصر تواصل الاهتمام بالسياحة الأثرية وتواصل الافتتاحات المختلفة للمناطق الأثرية. فهذا الافتتاح وهذا الاكتشاف هنا في طريق الكباش ليس هو الافتتاح الوحيد، نتحدث عن متاحف كثيرة تم افتتاحها، نتحدث عن متحف العاصمة الإدارية الجديدة، نتحدث عن متحف في مطار القاهرة، نترقب طبعا افتتاح المتحف المصري الكبير. فإذا الدولة تواصل العمل من ناحية السياحة الأثرية وتبهر العالم بهذه الحضارة المصرية القديمة التي القيادة السياسية أصرت أن يكون هذا الافتتاح بعد عملية دفن لهذا الطريق الأثري الهام، ولكن بعد محاولات عديدة تم رجوع هذا الطريق مرة أخرى. كما تشاهدون حضراتكم الآن الاستعدادات تتم على قدم وساق لبدء الاحتفالية في تمام الساعة 7:30 مساء، ولكن نتحدث أيضا عن العائد الذي سيعود على محافظة الأقصر. الأهالي هنا في محافظة الأقصر عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بهذا الحدث، عبروا عن أن هذا الحدث عاد بالأنظار مرة أخرى على محافظة الأقصر. نتحدث عن محافظة بها ثلث آثار العالم، فبالتالي جميع أنظار العالم تتجه نحو محافظة الأقصر خاصة في هذه الظروف. بالأمس كنا قد رأينا مشهد في غاية الأهمية، وهي وجود الأفواج السياحية بعدد لا مثيل له في معبد الكرنك. فهذه رسالة قوية على أن مصر عادت بقوة من خلال بسبب فيروس كورونا. وأيضا مصر تواصل الافتتاحات الأثرية للتركيز والاهتمام بهذه الحضارة المصرية القديمة الهامة جدا. هذه هي التفاصيل أو هذه هي الاستعدادات حتى الآن زميلتي العزيزة آية، والآن عودة إليك مرة أخرى. شكرا لك محمود جميل على هذه كل هذه التفاصيل، وبالتأكيد سوف نتابع معك مرة أخرى اللمسات الأخيرة لهذا الافتتاح.